احد بيقول لماذا خلق الله الانسان؟ اني قرأت في احد الكتب يقول لكي يملأ فراغ الطبقة التي سقطت بسبب ابليس، ولكن معظم الاباء لا يقولون هذا. لا طبعا، هو ربنا خلق الانسان لانه خلق طبيعة جديدة تختلف عن باقي الطبائع. هو خلق طبيعة جمادات زي الانهار والبحار والاشجار والاراضي والحاجات دي، وخلق حيوانات ليها نفس حية لكن ملهاش عقل ولا نطق، وخلق ملايكة ليها ارواح. فخلق الانسان من طبيعة مشتركة فيها ارواح وفيها اجساد، ملهاش دعوة بالملايكة دي. ثم لما خلق الانسان خلقهما ذكرا وانثى، يعني اثنين، بينما الملايكة